جوز مراتي؟ ازاي وانت على ذمتي؟ طبعا كلنا من امبارح مناش سيرة غير فرح وداد وشوقي فتح الله اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا وخلى كل الناس تمشي تكلم نفسها. طيب ازاي؟ ده انتي لسه على ذمة سيد يا وداد. احنا بقى هنقول لكم ده حصل ازاي. مسلسل جعفر العمدة خلال قفل العداد ومن اول رمضان وهو شادد الجمهور ناحيته ومخلي المشاهدات على ودنه بالملايين، ومن باب الرخامة بقى بيتعرض في نفس التوقيت برنامج رامز ومسلسل الكبير، وفعلا قدر ياكل الجو منهم. بعد فرح وداد وشوقي فتح الله كده خلاص جعفر العمدة كان الجو لاخر رمضان، والناس كلها تبقى مستنية تعرف ايه اللي حصل، خصوصاً ان الاحداث هتولع واللي جاي اجمد من اللي راح. نيجي بقى للسؤال المهم، ازاي وداد اتجوزت شوقي فتح الله؟ الحقيقة الموضوع ما كانش صعب، ده في محاميين متخصصين طلعوا اتكلموا في الموضوع ده. للدرجة دي المسلسل واحداثه قلبين الدنيا. وعلشان تكمل بقى، جوري بكر نفسها الممثلة اللي عاملة دور وداد حرقت الأحداث زيها زي كتير من أبطال المسلسل اللي كل يوم ينشروا صور وفيديوهات ويقولوا حاجات تحرق الأحداث. عاوزين يجلطوا محمد سامي بجد. جوري بكر من كتر الأسئلة اللي عمالة تروح لها من ساعة ما الحلقة اتعرضت، الصدمة اللي حصلت للناس لما شافوها في الكوشة جنب شوقي فتح الله، قررت إنها تكشف سر الحلقة بتاعت النهاردة. والحقيقة برضو إن ده ذكاء من المخرج محمد سامي وأبطال جعفر العمدة اللي عارفين إنهم عندهم أحداث تقدر تشد الجمهور، وإنه حتى لو المعلومة اتحرقت عادي خلاص الناس اتعلقت بالأبطال وإنهم يشوفوا الحاجة بتحصل قدام عينهم. وده بالظبط اللي هيحصل لما يشوفوا سيد وأخو داد وهم بيتدربوا علقة جامدة في المسلسل، خصوصا لما يعرفوا إيه بقى اللي حصل. واللي حصل هو إن وداد خلعت سيد العمدة من بدري، وعلشان كده كان كل ما يجي يقرب منها تبعد عنه، ومع أول فرصة سابت له البيت ومشيت. وظهرت عروسة من أول وجديد، ستات كتير بترفع دعوى خلع في المحكمة وبتقدم عنوان غلط لجوزها علشان ما يروحلوش إشعار المحكمة، ولما ما بيحضرش الجلسة فعلاً القاضي بيحكم لها. ودي خطة عملتها الحربو أوداد وشوقي فتح الله اللي كانت بتروح تزوره في السجن، وهو اللي قال لها تعمل كل ده. جعفر العمدة طبعاً مش هيسكت وهيقلب الدنيا لما يعرف إن شوقي اتجوز بنت خاله اللي هي كانت مرات أخوه سيد، وإن أخوه ضرب قدام الناس كلها. صحيح هو برضو اداله ألم معتبر، بس ده ملوش علاقة. الحلقات اللي جاية في جعفر العمدة ضرب نار، العركة دلوقتي بقت متكافئة وشوقي فتح الله هينتقم لأخوه أشد انتقام. إحنا عارفين اللي هيحصل بس مش هنحرقه، صعبان علينا محمد سامي بصراحة.